الله. السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. صحه رمضانكم ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحه والهنا ان شاء الله يا ربي. بسم الله، اليوم جبت لكم وصفه اللي هي شربت بالبنان. اونفا دوك نبداو نقدم لكم بالمقادير. شوفوا عندي كاس 140 مللتر تاع قارص، 140 مللتر سكر نورمال عادي، كاس حليب. من الافضل اللي عندك كونديا، لا ما عندكش كونديا نورمال تقدري تستعملي هذا، من بصح كونديا باش كي تستعمليه كونديا باش يقعد لك اطول مده، تما تقدري تحفظي حتى 5 ايام 6 ايام. عندي زوج حبات بنان، عندي باتا ياورت، نستعمل باتا ياورت لا عندك ديري ذوق البنان، ولكن انا ما عنديش نستعمل واش كان عندي في الدار. عندي نص كاس اتاي مزهر، عندي ملعقه من الزست تاع البنان. هاوليك بسم الله، نبداو على بركه الله، نبداو نفرغوا في المقادير. السكر بسم الله، بسم الله، نزيدو زوج حبات بنان. المهم البنان ماشي اوبليجي يكون كيما نقولوا لازم يكون هذا، ميمسي هذاك الكحل ولا يا با بروبليم نورمال، المهم زوج حبات. بسم الله، من بعد نديرو نص ريتلا ما في الاول، لا بسم الله نديرو نص ريتلا. هاي ليك راني درت نص ريتلا. بسم الله، نخلطوا كل شيء بالخلاط. اللي ما عندهاش الخلاط تقدر كيما الوسمو كيما البنان تقدري تديريه تميكسيه بالفرشيطه نورمال مليح مليح مليح، من بعد تصفيه. لكن ما حبيتوش هذوك لي غريمو يجوكم ولا جو سي با تصفيها، هذا ما كان. هاي ليك خياتي، بعد ما هاوليك راحيت كاع هذاك البنان. ملاحظه برك خياتي انه هذاك البنان قطعوه كشغل قطع صغيره باش ما يديلكش الوقت في الميكسر، هذا ما كان. ونزيدو كان دروك نديرو وحده ياورت. اللي عندها لوغو تاع لافاني بودر دير، وشنو ما تكثرش بزاف باسكو يولي يكون فيه شويه مروريه. هاي ليك ها مدى، وتاني مدى بيض يكون عندكم هذا باه، امام فيه لوغو تاع البنان وميم طو اللون يخرج لك اللون، هذا ما كان. بسم الله، وعندك نص كاس تاع مزهر، هذا ما كان. بسم الله، من بعد خياتي نديرو حوالي ريتل تاع الماء. شوفي انا من الاحسن انك ديري نص ريتلا تستي لوغو، لا عجبك هكذاك ما ها يكون نورمال ما يكونش حامض مليح مليح، كي تكملي كي كيما نقولوا ما عجبكش جاك حامض زيدي ريتلا كومبليتمون. بسم الله، دوك حنا دوك رانا في رمضان، انا ما حاش ندوق، ندير عيني هي ميزاني. هاي ليك راني درت نص ريتلا. بسم الله، هكذا ما نساوش نديرو لو زست تاع القارص هذوك اللي درتهم كاع. هادو القشور اللي درتهم بعد ما استغليت هذاك لو جو، ندير نسكرف نسيه كيفاش نسكرفت هاد لو زيست. بسم الله، بعد ما كنت درت هذاك لو سمو هاوليك لو زيست تاعي هاليك. من بعد نكون قطعت حبه قارص زوج شحال تحبي، دي طرونش كوم سا وتحطيها لداخل، هذا مكان هذا مكان، تخلطي كلش ان شاء الله يا ربي تسيو الوصفه تاعي، وان شاء الله تعجبكم ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله يا ربي نكون خفيفه عليكم. ان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله في الوصفات المقبله، ارجو منكم الاستماع. بركه الله خياتي، هاي ليك الوصفه تاعي تاع الشربات جو بنان بالقارص. بسم الله، هاوليك بسم الله هاوليك
ان شاء الله يا ربي تجربوا الوصفه، الوصفه شوفوا نجحه 100% 100% 100% عن تجربه، وان شاء الله يا ربي بليتو ان شاء الله يا ربي تسيوها وتنجحوا فيها، وبيان سور رجعوا لي في لي كومونت الخبر ان شاء الله يا ربي. ما بقى لي غير نقول لكم صحه فطوركم وصحه سحوركم، نتلاقاو ان شاء الله يا ربي في الوصفه.